أهلا بكم. في هذا الفيديو راح نتعلم كيفية عمل الأرشيف في الحاسوب. الكثير من مستخدمي الحاسوب يخزنون البيانات بصورة مبعثرة وغير نظامية، وطبعا هالشي راح يعيقنا باستدعاء البيانات بشكل سريع ومنظم. وطبعا راح نتعلم في هذا الفيديو أبسط طريقة لعمل أرشيف إلكتروني بطريقة سهلة، طبعا في أي مكان، بسطح المكتب أو بقرص الدي أو الإي، بأي مكان نضغط كليك أيمن وننشئ مجلد جديد وراح نسميه مثلا الأرشيف. بعد ما نفتح هذا المجلد بداخله نضغط كليك أيمن ونصنع مجلد جديد ونصنع أرشيف بالسنوات، مثلا أرشيف راح يكون لسنة 2022 فراح نكتب 2022. طيب بعدها نفتح الفولدر، طبعا هذا هو الفولدر اللي هو 2022، نفتح الفولدر وأيضا نضغط كليك أيمن نيو، ومن ثم راح نصنع أرشيف راح يكون للصور، صوت، الفيديو، ملفات البي دي اف أو الكتب الإلكترونية بهذه الطريقة. أيضا بإمكاننا أنه نعمل أرشيف شهري، يعني مثلا راح نصنع فولدر، هذا الفولدر راح يكون مثلا كانون الثاني مثلا، وطبعا هذه الملفات كلها راح ناخذ من عندها نسخة كنترول سي وراح نضيفها بهذه المنطقة اللي هو بداخل كانون الثاني، طبعا عدله تكون الاسم صحيح. طيب ايضا بامكاننا انه نصنع للشهر الثاني اللي هو راح يكون شباط، وطبعا وهكذا نصنع لكل الاشهر ونضيف بها هذه التفاصيل. ومثل ما نلاحظ انه عندنا الارشيف، طبعا هذا هو الارشيف. بعد ما نفتحها راح نشاهد السنوات، مثلا سنة 2022 شهر كانون الثاني بتفاصيله، وطبعا شهر شباط ايضا بهذه التفاصيل. طبعا رغم انه الطريقة بسيطة جدا لكن مهمة في تنظيم الملفات.